مامي هي قصدها ايه بالكلام اللي هي قالته ده؟ ما يهمكيش يا حبيبتي من كلامها خالص، المهم انا بقى عاوزاكي تبقي اوعى من كده يا حبيبتي، تطلعي زي امك. انت لازم كده تشعليلي عمر، اوكي؟ ويا ريت بقى لو تستعملي اليه واد زي نتفه القمر. قمر ده انت تستغليه بقى وتخلي جوزك يبقى نار وشرار. يعني اعمل ايه يا مامي؟ بصي بقى، يعني ضحكه، غمزه، يعني شعليلي، يعني استعملي انوثتك وجمالك. شوفي هعمل ايه. طيب هي هتعمل ايه دلوقتي لما اروح اشوف؟ من غير مواعيد بس قلنا مبارك للحبايب، يعني الف مبروك. ايه اللي جابك؟ جاي ابارك لك حبيبي. الله يبارك فيك. ميرسي. ازيك يا ياسمين؟ خد تعالى. ايه ما سرقت حاجه فيه؟ ايه اللي خلاك تجيبها؟ دي بسبوسه، ده انا جايبها من رمسيس. طب دي بسبوسه ايه؟ مش بتكلم على البسبوسه. ما على بقى ياسمين، انا هقول لك، انا اصلا انا بصراحه بظبط فيها بقى لي اسبوع وماشي كويس. عدي لي الليله ده يا عمر. انت ظبطتها ازاي؟ انت ظبطتها ازاي؟ لا انت ظبطتها ازاي؟ ايوه انت ظبطتها ازاي؟ انا عايز اخد من خبرتك يا ابني. خبرتي مين اللي تقيل؟ اصلا انا عملت رقم واتساب في الخباثه. هو انا مالي؟ حطيت صورتك. حطيت صورتي على الواتساب ليه؟ وعملت الدلتا بقى. انت نهارك اسود. صورتي على الواتساب بتاعي، يعني هي دلوقتي فاكره انا اللي بكلمها؟ وعلاقتكم زي العسل. يا ابني حرام عليك، انا راجل متجوز. عمر. ايه يا حبيبي؟ ثانيه، انا عايزاك. انت هتفضل قاعد كده؟ ما خلاص بقى صالحه. ما هو اتصرف. انا مش فاهم انت زعلانه ليه دلوقتي؟ واحده كنت اعرفها من زمان وخلصنا. فجاه كده تيجي مع نفسها؟ هي ما جاتش مع نفسها، جت مع الزفت اللي اسمه عاصم. هي ماشيه معاه دلوقتي. وده طبيعي ان صاحبتك القديمه تيجي مع صاحبك دلوقتي، ده عادي. وانا مالي؟ واحده كنت اعرفها وفركشت معاها، تمشي بقى مع عاصم ان شاء الله. تمشي مع ايلي اللي متزفت قاعد ورا ده. ايلي؟ انت فاكر ان ايلي يبص لواحده زي دي؟ لا طبعا، يبص لك انت. وفيها ايه لما يبص لي؟ ساره انت بتعملي كده ليه؟ يعني كان بيبص لك؟ كان بيبص لي وانا قلت له لا. هو انت بتعملي كليب؟ انت بتغزيني؟ طب انا خارج بره وهبص براحتي.